دخلت فيلم أشباح أوروبا، أحدث الإصدارات في السينما لأفلام مصرية. الفيلم اللي كان مليان مشاكل من سنة 2019 غالبا، بنسمع ان الفيلم ده هينزل وتأجيل في تأجيل في تأجيل في تأجيل. بعد كده قلنا هينزل خلاص رسميا العيد الصغير اللي فات ده، بعد كده قالوا لا خلاص هينزل العيد الكبير، بعد كده ما نزلش في العيد الكبير، ونزل الفيلم في دول خليجية برا، وفي نفس الوقت ما سمعناش عنه أي كلام خالص كأنه ما نزلش. وفجأة بدون مقدمات كده الفيلم نزل الاربع اللي فات في السينمات المصريه. ولسه خارج من الفيلم امبارح وقلت طبعا على طول اعمل الحلقه لبتوع افلام اللي طلبوا مني كتير ان انا اعمل الحلقه دي. بس قبل ما ابتدي الحلقه بقى، يطلب من بتوع افلام ايه؟ يظبطوني لايكات كتير جدا 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 عشان الموضوع ده بيساعد، طلع فعلا جدا جدا يعني، فظبطوني لايكات كتير. وطبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا وسهلا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. فيلم اشباح اوروبا، مهاب اهو قاعد قدامي، دخلوا معايا. وانت متضايق؟ قدر الله ما شاء فعل. عامه انا بتوع افلام نبتدي اول حاجه كده بطاقم العمل، وبعد كده نتكلم على الفيلم من الاخر حلو ولا وحش، زي ما انتم متعودين نقول في الانجاز حلو ولا وحش، بعد كده نتكلم في الايجابيات والسلبيات. طاقم العمل زي ما انت شايف في البوستر كده، الفيلم من بطوله الفنانه والمطربه هيفاء وهبي، وايضا الفنان احمد الفيشاوي، وايضا الفنان مصطفى خاطر. دول يعتبر هم ابطال العمل، وبيشاركهم في البطوله الفنان عباس ابو الحسن، والفنان باسم السمره، وايضا الفنانه اروى جوده. الفيلم من اخراج المخرج الشاب محمد عبد الرحمن حمائي، وسيناريو وحوار امين جمال. والفيلم ينتمي لنوعيه الافلام السسبنس الكوميدي الاكشن المفروض يعني. وقصه الفيلم بدون حرق عشان لو في ناس عايزه تخش الفيلم او تشوفه او تتفاجئ بيه، لان احنا سمعنا برضو خلال الشهر اللي فات ان الفيلم هينزل على شاهد قريب جدا، فانا مش عارف طب نزلوه في السينما ليه دلوقتي. يعني هو في عك يا جماعه، في عك في موضوع اشباح اوروبا كده، والمنتج كان قافش على الفيلم ان هو ما ينزلش، في حاجه غريبه في الفيلم ده، فالعك ده ادى ان الفيلم طبعا مش حلو. بس يعني هنيجي للجزئيه دي قدام عموما. بس نتكلم عن حبكه الفيلم بدون حرق، ان هم ثلاث اخوات من طبقه شعبيه، هيفاء وهبي واحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، جات لهم اروى جوده وقالت لهم ان والدتكم ماتت وسابت لكم ورث كبير جدا يساوي ملايين الدولارات، وهم ما كانوش يعرفوا امهم والكلام ده. طبعا في تويستات تانية، والقصه دي يعني القصه دي اللي هي اول دقيقتين من الفيلم، يعني مش هحرق لك اكتر من كده. فيا ترى الفيلم حلو ولا وحش؟ زي ما قلت لك كده في الاول، الفيلم يعني انا خارج من الفيلم متضايق جدا، ومهاب متضايق جدا وعايز يرجع له الفلوس برضه. يعني الفلوس؟ ايوه فلوس البايه اللي انا استحميت بيها قبل ما انزل اروح الفيلم كمان. فلوس متضايقين، احنا خارجين من الفيلم متضايقين جدا يا جماعه الصراحه. لو انت داخل الفيلم من النوعيه دي، الافلام الاكشن الكوميدي، الافلام اللي هي الخفيفه دي اللي هو بتقضي ساعه ونص كده في السينما تقضي وقت لطيف، انا ما قضيتش بوقت لطيف خالص، ولا في الكوميدي ولا في الاكشن ولا في اي حاجه الصراحه. مبدئيا باداء الممثلين، يعني الثلاثه ما شاء الله، هيفاء وهبي واحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر، بسم الله ما شاء الله. المفروض هم الثلاثه اخوات، الكيمياء اللي ما بينهم يعني صفر، يعني مفيش كيمياء اساسا. واتمنى ان هم التلات، يعني اتمنى كده ان التلات نجوم دول لما يعني ما يقابلوش بعض في الحقيقه اساسا، يعني يعني حتى ما يعملوش اعمال مع بعض. ولو عملوا اعمال مع بعض في فيلم واحد والتلاته ما لهمش مشاهد مع بعض، ما يعملوهوش برضه، بلاش التجمع ده. ما حسيتش باي كيمياء نهائي، رغم انك انت هتشوف منهم كتير. مش بحرق حاجه، بس يعني مبدئيا كده، مبدئيا موضوع ان الفنانه هيفاء وهبي واقفه على نصبه شاي في حارة مش مصدقه خالص، وطريقة كلامها في الشعبي يعني هو يعني ما هو مش كده، يعني مش ده الطريقه اللي اقول ايه ده دي شعبيه جدا ازاي كده. هيفاء وهبي ولابسه طرحه ولبس يعني بلدي شويه، فكده بقت بنت شعبيه. وطبعا الافوره في جو الاخوات اللي سند بعض ومسكين موقف ميكروباص والحب الزياده ويعبك، وهم يقطعوا كل الناس، وهيفاء وهبي تشترك في الاكشن والكلام، ماشي ده انت كده ماشي، ده ناحيه الاثاره والتشويق والمشاهد الاكشن اللي انا شفتها من اول لقطه في فيلم، فهمت ان الاكشن مش هيبقى من احلى الحاجات اللي في الفيلم. خاصة مثلا عملوا مثلا يعني في مطاردة دي انت شفتها في اول الفيلم جزء منها، وشفت نفس المطاردة دي تاني بس بطريقة اطول في النص التاني من الفيلم، مطاردة مطولينها جدا وباسلوب اكشن قديم قوي، جو السلو موشن لما العربية تلف عشان احنا جامدين قوي، والمطاردة العربية فضلت مستمرة لوقت طويل قوي بدون اي اثارة. يعني انت مثلا لما انت شفت مطاردة في ولاد رزق الجزء التاني كان في اثارة، يعني انت عارف ايه يا ترى
انهي العربيه هتخبط، مين هيموت، واحد نط من فوق واحد، هم عربيات بيجروا ورا عربيه وانت مطول في الموضوع على اساس ان ده مشهد مثير للاكشن وبتاع. ما علينا، نخش بعديها في الكوميدي. الكوميدي اللي طلع في الفيلم هو يعتبر من مصطفى خاطر وهيفاء وهبي. احمد فيشاوي يعني ما طلعش افيهات كتير او ما كانش دوره كوميدي قوي. هيفاء وهبي في الكوميدي يا جماعه يعني بقى اللي هو المفروض هي بنت بلدي، فهي اتحطت في موقف ان هي المفروض شبه حد او ايا كان ايه، للناس اللي عايزه تتفرج على الفيلم بدون حرق، فهي المفروض بتقوم بواحده بنت ناس يعني. فالطريقه بقى دي والجو ده يا جماعه ادم يعني، الجو ده والافيهات دي من ايام اسماعيل ياسين. يعني واحد الفنان عباس ابو الحسن بيقول لها تيجي ترقصي معايا تانجو، تقول له البانجو ما بحبش ريحته خالص ولا اطيقه. ده ما ينفعش. 2022 دي مش كوميديا، ومفيش حد هيضحك في القاعه على الحاجات دي. ونفس الاسلوب فضلت بقى في الحته دي تضحك كتير يعني. ده الجانب الكوميدي للفيلم. ممكن مصطفى خاطر الصراحه ضحكني في مشهدين في الفيلم، ومش الضحكه اللي كده مثلا، في مشهدين، فهو ممكن يكون هو الوحيد اللي تفوق في الكوميديا في الفيلم. اما الحبكه بتاعه الفيلم اللي بالنسبه لي دي اسوأ حاجه في الفيلم اساسا، انا دخلتها يعني الامين جمال السيناريو والحوار والقصه مش فاكر لمين. مين قال ان القصه دي ممكن تثير اهتمامي او اهتمام اي مشاهد؟ ده انتوا من اول ما قلتوا الحبكه او البلوت تويست اللي هي في نص الفيلم المفروض، قلت اوكي بقى. لا وايه يعني، فاكر الاستراحه كانت فين؟ يعني هم قالوا بلوت تويست، ام مصطفى خاطر بيحكي بقى القصه بتاعت البلوت تويست المفروض، وبيقول كده بالظبط والله، ووالدتي عملت مش عارفه ايه، اللي هو المفروض بقى القصه انت ده المفروض الماستر سين بتاع الفيلم، اللي هو انت هتفهم القصه بتاعت الفيلم، فاهم؟ مصطفى خاطر بقى بيحكي ومش عارفه ايه وروحنا ايه وسافرنا فين وطلعنا ازاي. استراحه. ايه ده حضرتك؟ يعني ده هو المنتج كاره الفيلم وقال لاي حد في القاعه بصوا اقطعوا في نص يعني لو في مشهد عجب الناس شويه وقفوه استراحه. وبسبب الموضوع ده احنا يعني خرجنا في الاستراحه، دخلنا كانت الحته بتاعت الحبكه دي مشيت شويه. بس ايا كان انت هتقول لي طب يا احمد كده انت ظبطت الفيلم وانت ما عرفتش الحبكه. حبكه ايه؟ حبكه ايه وبتاع ايه يا جدعان؟ حبكه ايه وبتاع ايه؟ عامه ما علينا، يعني نتكلم عن النجوم التانية اللي كانت في الفيلم. الفنان عباس ابو الحسن هو انا بالنسبة لي هو غسان مطر الجديد، هو اللي هيبقى ماسك الادوار الشر، واعتقد ان هو مقتنع بكده لان اغلبية ادواره كده، وانا ما بتضايقش منه خالص في ادوار الشر على فكرة، هو لايق عليه دور الشر فما بتضايقش منه، هو ما فيش اداء جديد منه يعني، ما فيش حاجة مختلفة. اما الفنان باسم السمرة يعني لا بلاش يعني خلاص، الادوار دي انا حاسس ان انا شفتها منه كتير وكانت تبقى احلى من كده بكتير. حسيت ان هو جاي في فيلم ده سبوبه كده وخلاص بدون نفس، مش ممثل بنفس كده. اما بقى دلوقتي نخش على يعني دي واحده من الاسباب اللي انا عملت الحلقه دي، وركزوا معايا جدا يا بتوع افلام في الحوار ده بالذات، ركزوا معايا. رساله للفنان احمد الفيشاوي، فاكرين الحلقه طبعا بتاعت ابناء الفنانين اللي انا كنت عاملها عشان اتكلم على احمد الفيشاوي اساسا؟ عملت الحلقه وسقطت اتكلم، يعني انا مش فاهم ازاي دي عدت عليا كده، بس اهديها اهو بتتعوض، وجت المناسبه ان انا اتكلم دلوقتي يعني على الحوار. كل بني ادم وليه راي، كل بني ادم وليه عنده راي عادي يعني، كل واحد بالنسبه له ده احسن ممثل، ده افضل ممثل، ده احسن. انا بالنسبه لي احمد الفيشاوي يعني من وجهه نظري الشخصيه اكتر ابن فنان موهوب، عنده موهبه تمثيل رائعه، والراجل ده من اول ما طلع وهو مبين قد ايه هو ناجح بدون اي حاجه، عمال يعلى ويعلى، بداية من مسلسل العمة نور مع نبيل عبيد، وبداية من واحد من احلى واقوى الافلام الكوميدية اللي اتعملت في اخر 30 سنة بدون شك، الناس فيما بعد عرفت قيمتها. يعني الفيلم ده عمال يتحب اكتر واكتر مع مرور الزمن، وهو فيلم الحاسة السابعة، وعندك افلام كتيرة بقى 45 يوم، وعندك افلام اثبت قد ايه هو دراميا جامد جدا. ونيجي عند حاجة مهمة جدا، انا بتفرج اليومين دول على مسلسل بدون ذكر اسماء. المسلسل ده بتوع افلام يعني نصيحة مني ليكوا كده، ترشيح مني ليكوا، لو حد ما اتفرجش على المسلسل ده اهو ترشيح مني ليكوا، وهتلاقوا المسلسل موجود على اليوتيوب، سهل وبسيط جدا. انا في يومين او ثلاث ايام انا داخل دلوقتي على خلاص اخر ثلاث حلقات. اتفرجوا على احمد الفيشاوي، انا كل ده بتكلم ليه؟ اتفرجوا على احمد الفيشاوي، احمد الفيشاوي اللي وحشني جدا تمثيله، احمد الفيشاوي اللي بحبه جدا، ويعني من وانا صغير انا بحب الراجل ده جدا، بحب اعماله، بقدر جدا كل دور هو بيعمله، بيمثل حلو قوي. عيب الموهبه دي تتدهور كده. ركز
جدا في الاعمال الفتره اللي جايه، لان ركز في اعمالك الفتره اللي فاتت ما كانتش حلوه. الفيلم ده انت اعلى منه بكتير جدا، واعلى من الاعمال اللي انت عملتها الفتره او السنين اللي فاتت دي بكتير جدا. موهبه انت مش حاسس بيها، او انت مش فاهم قد ايه انت جامد. واتمنى تركز في الحته دي، يعني انت لسه شاب، لسه قدامك كتير جدا جدا جدا. اتمنى ان هو يشوف الرساله دي، واتمنى ان هو يعني يسمعها وخلاص، حتى لو ما اهتمش بيها او اي حاجه. بس احنا قدام خساره كبيره جدا والله، يعني لو فضلنا على الادوار دي او النوعيه دي او عدم التركيز في الادوار دي. وبس ده اللي اقدر اقوله لكم بتوع افلام على فيلم اشباح اوروبا. يعني فيلم من الاخر للنسيان، ولو انت كواحد صاحبي هتسالني اخش في فيلم ولا لا، اقول لك لا، استناه لما ينزل على شاهد واتفرج عليه وقول لي ايه رايك. وطبعا عمري ما اجبرك انك انت ما تخشش او ما تخشوش، خشوا طبعا وشوفوا في السينما براحتك خالص، وقول لي ايه رايك، سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. وفي الاخر تقييم الفيلم اشباح اوروبا هو 3/10، ومهاب بيقول لي كارمو. لا يعني لا برضو يعني لا ما يعني وفي نهاية الحلقة بتوع افلام سؤال الحلقة هو ايه اكتر اعمال انت بتحبها الفنان احمد الفيشاوي؟ ولو انت ما شفتش بدون ذكر اسماء، اديني هو بديك ترشيح دلوقتي، اتفرج على متعة. انا مستمتع جدا وانا بتفرج على المسلسل ده، لانه كمان من اخراج المخرج الجامد جدا تامر محسن، ومن تأليف المؤلف العبقري وحيد حامد، فيعني كيمستري رائعة. وبس بتوع افلام ده اللي نقدر لكم على فيلم اشباح اوروبا، ودي نهاية الحلقة. واتمنى في نهاية الحلقة طبعا يعني اللايكات بتفرق، وانت بتتفرج عليها كده مش هيحصل اي حاجة لو دوس لايك بعد اذنك، يعني لو انت بتتفرج على الحلقة او عجبك المحتوى او عجبك الحلقة او عجبك البرنامج، اعمل سبسكرايب للشانل بعد اذنك. عايزين نوصل 500,000 في اقرب وقت باذن الله. طبعا عايزكم تشاركوا على الانستجرام بيج والفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اول باول. واحلى مسا عليكم.